ثلاثة اثنين واحد كيلو. السلام عليكم ورحمة الله. حابين عرفوكم اليوم على مبادرة نون ستوب. طبعا المبادرة هذه نحن مجموعة طلاب من مختلف التخصصات نقدمه في خدمة تطوعية هدفها التعليم الإلكتروني عن بعد. بغض النظر عن الظرف العام اللي ماشي في العالم كله يعني بشكل خاص في بلادنا، أنا نبينه إنه ما فيش شيء ممكن يقدر يوقف طلب العلم، يعني بغض النظر عن الظروف المآسية اللي نمر بها، وإن شاء الله هناك بالخير يعني، وإن شاء الله هنستمروا هنقدموا أكثر وأكثر، وإن شاء الله نستمر بالعمل إن شاء الله، وإن شاء الله تيجي قفزة في البلاد إن شاء الله بإذن الله. طبعاً سؤال يدور في بالك، نحن شو حنقدمولكم؟ أو نحن ما المستهدفين؟ من المستهدفين خلال مراحل تعليمية، مرحلة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي. بالنسبة للتعليم الأساسي نحن مستهدفين، الشهادة الإعدادية أو بالأحرى المواد اللي نوعاً ما نحسوها صعبة زي الرياضيات، وعندنا اللغة الإنجليزية، وعندنا العلوم. والتعليم الثانوي هو المستهدفين الشهادة الثانوية اللي هنا مواد زي الرياضيات، زي اللغة الإنجليزية، زي الفيزياء الميكانيكية، وزي الأحياء. بالنسبة لكلية الهندسة إن شاء الله حنغطوا، بالنسبة للسمستر الأول حنغطوا رياضة واحد وإنجليزي واحد، بالنسبة للسمستر الثاني إن شاء الله حنركزوا على الرياضيين. طبعا بالنسبة لكلية الطبية حنستهدفوا حاليا إعداد الطب، وحنشرحوا مادة البيولوجي بما أنها مادة دسمة تحتاج إلى فهم وحفظ بشكل كبير، ولكن دائما بإذن الله في مخطط حنشرحوا مواد لأولى بشري وأيضا أولى أسنان، وحنركزوا على الأناتومي والفسيولوجي. بالاضافه طبعا ما ننساش كليه الاي تي اللي نحن حنعطوا فيهم مادتين اساسيات اللي هن الجافا والاحصاء. بالنسبه للفيديوهات حينزل على اليوتيوب، حينزل على صفحه المبادره في الفيسبوك بعنوان مبادره بدون توقف. لايك شير، اي استفسار عندك تقدر تكتبه في الكومنتات او تواصل الصفحه، حيرد عليك فريق العمل فقره بوقت، واهم حاجه ما ينسوا من اصحابك. والدعم يحفزنا نكون افضل، ودمتم في امان الله. شير شير شير.